رجالة أنا مش يعني ما مش هو ده النموذج، حرام عليكي يعني. لا والله والله، ومحلاهم لما يبقى عمرهم كبير، ولو شعره أبيض يبقى عطيه شارم، ولو لحيته كمان. أنت بصة لحسين فهمي ومصطفى، احنا بنتكلم عن الناس العادية. الناس العادية أنا أنا آه تلات ارباعهم. انت بتتكلمي كتير قوي على فكره، على عدم درايه. انت مش عايشه هنا اصلا، فمن افوارش. انا شفت كده هنا. فين شفتي هنا؟ مش هقول لكم في الاماكن بقى. انا شايفه انه وجهه نظرها محدوده نوعا ما، يعني هي مقتصره ممكن على اشخاص معينين هي ممكن تعرفهم او اصحاب او اجواز صحابها مثلا، ما هيش نظره عامه يعني، في كده وفي كده، بس ان جنرال بيكونوا اكتر اللي مهتمين بنفسهم خصوصا بالعمر ده. هدى جميله بس كده زي مش لسه مش فاهمها كويس، بس في حاجه قالتها لي كده انا ما حبيتهاش بصراحه، طريقتها في الكلام معايا حتى، يعني تحس انه في لقم في الموضوع. هدى بتحاول تاخد بنت علينا في انها بتحب الرجاله وتدافع عنها، بس حتى لو نلاحظ في حتت معينه، ومش في الحلقه دي بس في كذا حلقه قبل كده، هي بيكون ليها وجهه نظر مختلفه، بس لما تلاقي نفسها راحت معانا في اتجاه الضد بتبقى معا عشان ما تخسرش جمهور الرجاله، خصوصا ان يعني جمهور الرجاله بيحب الجو البيتشيباسا كلامان اللي هي عاملاه في نفسها ده. بس تمام، الله يا الله يسهل له يا دودو، الله يسهل له يا دودو. فجأة قالت لا 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 لا، ده الراجل في مصر عسل وسكر، وفي الوطن العربي قمر وفلفل، وقعدت تقول حاجات غريبة كده فجأة. بس أنا فاهمة، أنا فاهمة هدى إيه بتفرش أرضية يعني، وعايزة تاخد بنت علينا، بس على مين؟ والنبي لو عملتي فيها إيه؟ مفيش فايدة برضه. خليكي في حتتك يا هدى، روحي كلي عيش. على فكره انا عارفه ان الراجل المصري جميل وحلو، مش انت اللي هتقولي لي ان الراجل المصري مش عارف ايه. يا كذابه، كنت اتجوزتي منه لو عاجبك. شفتي كفايه، مش قادره مش قادره ارد على طول يا بنتي. لا مش انا بعرفك، المفروض ان انت ما شاء الله. لا 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 خليه بتوري كده، بتوري بس كده في الوقت المناسب. عموما بصي يا ستي، هرجع واقول لك اوكي، الرجاله مش كلهم زي بعض، صح؟ ماشي. ولا احنا والمكان اللي انت يعني حسب زي ما انت قلتي، ممكن انا اللي وصلتيها المعلومه، ممكن في انا شفتهم في مكان بيئه اوكي، بس في المكان اللي انا مثلا بروح له، اللي انا بحط فيه نفسي، بشوف فيه ناس كويسه، بس الناس اللي هي كويسه ونظيفه واولاد عيله، بس الفكره انه هم كبروا، هم كبار في السن، فهم خلاص عايزين رجعوا، عايزين يعيشوا شبابهم. يعيشوا شبابهم، يعيشوا ازاي مش عارفين، يعني انه هو الشباب اللي هو هيعيشه يعني غلط، يعني انت عندك تعيش شبابك يكون شعره، يعني انت متعوده على حد طول حياتك شايفاه ابيض، وراجل بتسلمي عليه فجاه بتلاقيه نضاره قد كده، مش كلهم مش كلهم، واللي شعر ابيض. فانا ببص كده يعني مش كله مش كله، ما انا بقول كده والله العظيم، انت ليه مصممه انه انا لا هي بتسمع هي بتسمع لا هو حلو يا جماعه الراجل يهتم بنفسه برضه بالظبط، احنا بنقول بس مواضيع البواريك دي مش كتير حلوه يعني. لا طبعا ما اعرفش. لا خدي بالك، لا سوري يعني انا زرع دلوقتي، لو زرع معلش او يفضل اقرع لطيف، لو فضل اقرع على فكره، ما في لعيبه الكره في العالم كله قرع وجمال، ايه علاقه ان انت عشان تصغر؟ مش غلط الراجل يهتم بنفسه، مش غلط الست تهتم بنفسها، بس نعرف في الموضوع ازاي نهتم بنفسنا، عارفه؟ بس اهم نقطه في الموضوع ده اللي احنا كنا بنتكلم عليها واللي هي محور الموضوع هو السن، من بعد الأربعين يعني مش لازم السن ياثر عليك، ناس كتير قوي عمرها 40 و50 وبتبان 20 والعكس تماما. نطلع فاصل.